نسخ يدهو الملايين ديال السنتيم وآلاف الدولارات من طباعة عند الطلب هاد كريسمس ولا الربع الأخير ديال العام، ولكن ما بقى له والو يتسال. بهاد الفيديو الخوت غادي نوريكم كيفاش تصاوبوا تريندين ديزاينز، يعني الديزاينات اللي كيتباعوا مزيان في متجر أمازون، كي دي بي، ريد بابل، إتسي إلى آخر. وغادي نوريكم واحد تريند اللي غادي تفرقع مزيان ولكن مازال ما بدا. ألوغ اللي تفرج في هاد الفيديو غادي يعرف شنو هو هاد تريند هذا وكيفاش يديزايني ليه وكيفاش يطحن باب هذاك الدولار. هاد تريند الخوت اللي غادي نوريكم كل عام فيفري كيطحن الدولار ديال بصح. غادي نوريكم لا ميثود كامله من ا حتى لزد، مقره بنقره، خطوه بخطوه، باستعمال ادوبي الستريتور وكرييتيف فابريكا. وهاد لا ميثود سهله بزاف الخوت، اي واحد يقدر يستعملها، ما تحتاجش اي مهاره، ما تحتاجش ليكسبيريونس، غير الا تبعتي داكشي اللي كنقول لك من الاول حتى الاخر راه ما يمكنش ما تعرفش كيفاش تصوب. ولا تفرجتي في هذا الفيديو من الاول حتى الاخر غادي تطلع من القدرات ديالك ديال الديزاين، لان غادي نبارطاجي معاكم شي حوايج اللي فريمون بداو ليا بزاف ديال الوقت باش نتعلمو. وغادي نبارطاجي معاكم واحد الديل اللي غادي تبداه كرييتيف فابريكا نهار 25 في ديسمبر وغادي تسالى نهار 5 جونفي 2023. وغادي تقدروا تاخذوا الاشتراك ديال كرييتيف فابريكا الخوت بحال اللي بلا فلوس، ناقص بزاف الخيال العلمي. الوغ اللي باغي يطحن باب هذاك الدولار يتبع معايا، وزيد اسيدي على بركه الله ندخلوا للسكرين ديالنا ونبارطاجي معاكم كلشي. دابا جينا الخوت لهاد جوجل ترندز اللي كيعطينا الحوايج اللي تريندين، الحوايج اللي غادي يوليو فايرال، وكتبت بلاك هيستوري مانث. هذا هو الترند اللي غادي يبدا فيفريي. شوفوا الخوت فيفريي ديال العام اللي فات ولا ديال هذا العام 2022 وشحال كان طالع، ودابا ها هو بدا تيطلع. شي دابا ملي غادي تبداو ديزاينيو ليها الخوت راه المبيعات غادي يبقاو غير كيطيحوا من السما، سورتو في هذا الوقت هذا. داكشي علاش بغيت ندير لكم هذا الفيديو هذا. باغي نجيو للسيت ديال matchdominator.com وغادي نكتبوا بلاك هيستوري مان. غادي نشوفوا الكيوردز اللي كيعطينا، هادو ديريكت كيجيو من امازون الخوت، نقدروا نختاروا اي واحد ولا نمشيو غير ديريكت للسيرش اون امازون. انا غادي ندير هادي لحقاش باغي نشوف الديزاينات اللي خدام مزيان في هذه الساعه ولا اللي بداو يخدموا، لان الترند غادي يبدا مزيان حتى جونفي تقريبا. وباي ذا واي الخوت تول كامل ديال ماش دومينيتور راه ما بقى له والو يخرج ان شاء الله. ممكن دابا جوج ثلاثه الفيديوهات غادي تشوفوا داك التول هذاك راه في داك الشيء الهربه، ما تحتاجوا حتى شي تول واحد اخر. اللي بغى يعرف المستجدات وداك الشيء هذا كيدخل معنا في ديسكورد جروب، انا غنخلي لكم اللينك تحت في الديسكريبشن. اوكي كليكيو على سيرش اون امازون، كما كتشوفوا كاين هاد الديزاين هذا دابا في هاد الساعه كيبيع 135000 في البي اس ار. بيسار واعر، شوفوا داك الريفيوز الخوت باش تعرف شحال كيبيعوا هاد الديزاينات هاد. نزيد نهبط نشوف شمن ديزاين باغي نصوب عليه، ممكن شي حاجه بحال هكا. اجي نكتبوا هنا انا apologetically dope ونشوفوا شنو غيعطينا. اوكي هما الديزاينات اللي كاينين في هاد الساعه، نقدروا نديروا شي حاجه بحال هكا الخوت. المهم تانسبيراو، انا بغيت ندير لكم هاد الفيديو هذا غير باش نوريكم كيفاش هاد الديزاين هذا كيتصوب وباش نعطيكم ترند اللي غادي يبدا يخدم مزيان الخوت اقرب وقت. خاصك لا بدا تدخل في هاد الترند هذا. اوكي اول حاجه الخوت اش كندير، كان كتاو لي زيليمون اللي كاينين في هاد الديزاين هذا. كاين سيدي الفينتج باك جراوند كيما كتشوف، غنصاوبوه بالستريتور. كاين سيلويت ديال بلاك جيرل بالافرو هير، افرو ناتشورال هير، هذا غنجيبوه من كرييتيف فابريكا. كاين تكست حتى هو نجيبو شي فونت من كرييتيف فابريكا ونصاوبوه، ماشي شي حاجه صعيبه. وكاين ديستريس افكت حتى هو نجيبوه من كرييتيف فابريكا ونحطوه بالستريتور، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. تقدروا تصوبوا ديزاين بحال هذا في 15 دقائق. انا غادي ناخذ سكرين شوت لهاد الديزاين هذا وغادي نحطو في الستريتور بحال هكا. دابا شنو باغي ندير؟ باغي نفيكتوريزي هاد الديزاين هذا باش نقدر نكوبي لي كولور ويكونوا مزيانين، لان فاش كتخليه بي ان جي ما كيتكوبيوش لي كولور مزيان. باش غادي نفيكتوريزي ساهله مهله، غادي نمشي للايميج تريس بحال هكا، خصني نكون سيليكسيوني هاد الايماج هادي، وغادي نمشي لو فيداليتي فوتو بحال هكا، غادي نمشي للاوبجيكت نبك على اكسباند. الى ما لقيتوش هاد ايميج تريس هنايا غادي تمشيو غير الويندو وغادي تلقاوها هنايا بحال هكا. نايس هو فيكتوريز هذا. دابا خاصنا نصاوبو هاد لي زيليمون ديال الباك جراوند الخوت، ماشي شي حاجه صعيبه. غادي نجيو بحال هكا نكرييو واحد منهم بحال هكا. انا عندي الماك، الوغ شنو غندير؟ غنبك على اولت ولا اوبشن، غادي نبك على شيفت، غادي ندراغي بحال هكا نكحز. الى عندكم الويندوز شوفوا كيفاش كتقدروا تصاوبوا هاد اللعبه هادي، سينو كوبي بيست وقدها بحال هكا انا كيف ما قديتها. دابا غنبك على كوماند دي كتكوبي حداها، عاوتاني 4 5 6. ديما فين ما نقول كوماند في الماك هي كنترول في الويندوز، ديما في الفيديوهات ديال الديزاين كنقولها لكم. غنسيليكسيونيو كل شيء غنكحزهم واحد شويه بحال هكا. نايس دابا غادي نجروبي، غنبك على كوماند جي باش نجروب. على نرجعوا هاد اللايز هادو بويض على هكا باش يبان داك الشيء. غادي نكوبي ياك بحال هكا، وغادي نمشي للماسك ديال هاد الشيب هذا، غنبك على ميك ماسك، غادي نجي لهنا ونبك على هاد الماسك هذا، نبك على كليب. دابا غادي ديجا كوبي
بغيتي ياك غنبك على كوماند شيفت و في باش غادي بيستي ولا غادي كولي ان بليس فوق من داك الشيب هذا. علاش خليت هذا ابيض؟ لان الا كان الماسك كحل غادي يمسح داك الاوريجينال شيب. داك الشيب دابا ستروك غادي ندير لها 50 مثلا وغادي نرجعها 100% كحله. ولا لاحظتوا لان اي حاجه كحله في الماسك كتمسح داك الاوريجينال شيب. حنايا درنا ستروكس ومسحنا بها هاد البلايص هادو كما كتشوف. دابا هادو غادي نقدروا نلونوهم كيف ما بغينا لان خيناهم وحده بوحده كما شفتوا في الاول. صبر دابا نكري واحد الباك جراوند غير باش يبان لينا داك الشيء مزيان. ديروا الباك جراوند بالكحل دوبل كليكي هنا دوبل كحل ونرجعوا الباك جراوند للور. دابا اش غندير؟ غندوبل كليكي هنايا بحال هكا غادي نبك على اي ولا اي اي دروب تول. غادي نجي لهنايا غنسيليكسيون عاوتاني نبك على في اللي هي هاد التول هذا بك على هادي سيليكسيون. المهم بقى غادي بحال هكا. دابا غادي نكرياو داك انابولوجيتيك اللي غادي نكتبوه هنايا. غادي نمشيو للتي اللي هي التكست غادي نختار هاد الفونت هذا نرجع بالبيض باش يبان مزيان وبحال هكا نايس. دابا خاصنا نديرو دوب هنايا كوبي هادي ونبيستيها. دير كل وحده بوحدها دي على كارس نكبرها. مشكله ما كتكبرش 100% لان الفونت صغير كيكبرش بزاف. عاوتاني او بي على اي على نو خاصني ندير دابا نفيكتوريزيهم كوماند شيفت و او بحال هكا كبرهم واحد شويه عطيهم شي شويه مزيان على كا جو بونس سا نايس. دابا هادو غادي نحفرهم في هاد الشيب هذا الخوت هنايا. غادي نكوبي كوماند سي غادي ليتي غادي نجي لهنايا وغادي نبك على ترانسبيرنسي وغادي ندخل للماسك وغادي نبك على كوماند شيفت ان في. دابا علاش ما تحفرش الخوت؟ اللي مجتهد يعطيني الجواب لان الماسك بالبيض خاصنا الماسك يولي بالكحل الخوت. هانتوما شوفوا كي غيتبدل شو ولا بالكحل. دابا راه تحفر فيه. دابا الا مسحنا هاد الباك جراوند غادي نلقاو هذا محفور كما كتشوف. وهاد البروسيس هذا نون ديستراكتيف يعني ما كيهدمش لينا الديزاين ديالنا. نقدروا نبدلوه كيف ما بغيت هكا انا كيعجبني نخدم. دابا هادي عاوتاني غادي نقدروا نرجعوها باللون ديال هاد الفينتيج كولرز بحال هكا الخوت. دابا خاصنا نجيبو هاد السيلويت هادي الخوت. جيت غير لهنا الكرياتيف فابريكا الخوت وكتبت بلاك هيستوري قلبت واحد شويه وانا نلقى هاد البندل هذا. غادي ناخذو هادي الخوت ندخلو ليها ونبكو على الداونلود باش مزيان الخوت. هادشي ديال كرياتيف فابريكا كيعطيك كوميرشال لايسنس يعني كتقدر تستعملها كيف ما بغيتي بدون كوبي رايت بدون اي حاجه. المهم انا غنداونلوديها انا حطيتها هنايا. دابا غادي نبك عليها غنكوبي كوماند سي غادي نجي لهنا وغادي نبيستيها غنقوليها على كنكبرها واحد شويه. دابا خاصني نحيد هاد نوغيش هذا ما عجبنيش باغي نحيدو شي حاجه صعيبه. غادي ندخلوا اللاية ديالها كيف ما كتشوفوا غادي نزيدو ندخلوا لهادي. ولا لاحظتوا هادو هما داك دودلز ما تحيدو لكن دابا انا باغي نرجعهم بالكحل. نبك على هاد الاولى هادي بك على شيفت نبك على الاخرى انا سيليكسيونيتهم غادي نبدلو غير الكولور للكحل بحال هكا كيما كتشوف. هاو الايه ولات 100% كحل. دابا غادي نبدلو حتى هاد اللون هذا نرجعوه كحل. نمشيو غير لهنايا ورجع كحل نايس. دابا غادي نكوبييو هاد الشيب هذا كامل ونديليتيوه وندخلو الماسك الخوت بحال هكا ونبيستيوه ونقادوه كيف ما بغينا بحال هكا. المهم تا تكون فرحان بالشيب ديالك لي بروبورسيون يكونو هما هادوك وداك الشيء نايس. هاهو الديزاين تصاوب. باغي نزيد واحد الفاينل تاتش اللي هو ديستريس افكت باش نرجعوه واحد شويه فينتج. جبت هاد الافكت هذا من كرياتيف فابريكا ماشي شي حاجه اللي صعيبه الخوت. تقدرو تمشيو غير لهنايا كرياتيف فابريكا وكتبوا grunge texture غادي يخرجوا لكم عرام ديال textures اختاروا اللي بغيتوا. اش غندير؟ غادي نكوبيها بحال هكا وغادي نحطها في الماسك دائما في الماسك الخوت بحال هكا كدوها كيف ما بغيتوا نايس. اجاكم الديزاين نايس ياك؟ انا عجبني جو بونس باللي احسن من هذا الاوريجينال. وملي كتعرف كيفاش تصوب هاد الديزاينات هادو كيبان داك الشيء ساهل ماهل ما فيه حتى شي اشكال. سكري تعرف كيفاش انا وريتكم كيفاش. دابا غير نوضوا وطبقوا من بعد قول لي الله يرحم الوالدين. بغيت منك لا فلوس لا والو اخي غير نوض خدم على راسك. دابا باش نكسبورتيو هاد الديزاين هذا غادي نمشيو غير الفايل غنمشيو لاكسبورت بك على اكسبورت فور سكرينز. غادي نكتبو هنايا السميه ديال الديزاين نسيليكسيونيو لوكيشن فين باغيين نخرجو هاد الديزاين هذا بك على اكسبورت ابو. ها هو الديزاين ديالنا خرج الخوت وكما كتشوف محفور. دابا هاد الديزاين هذا باش يبان مزيان خصو لا بدا يكون فوق من شي بلاك باك جراوند لا بدا الخلفيه تكون دارك يعني تكون فونسي. الا درتوه مورا شي خلفيه بيضاء ولا هذا ما غاديش يبان مزيان. خلفيه كحله غادي يكون داكشي ناضي حلا ولا بلو نوي ولا شي حاجه بحال هكا. المهم غير تكون الخلفيه دارك فونسي. الوغ دابا اجي نهضروا على ديلز ديال كرياتيف فابريكا الخوت اللي دايرينهم من 25 ديسمبر 2022 ل 5 جانفي 2023. ما كاينش غير ديل واحد كاين جوج ديال الديزا الخوت. الديل الاول هو الا ما عندكش ليه لي اول اكسس سبسكريبشن غادي تاخذها ب $59 اخر اوليو دو 300
148 دولار. شوفوا على فرق، وهذه يعطيك اكسي لكل شيء. كتاخذ انليميتد اكسس تو اول فونتس، كتاخذ الفونتس، كتاخذ الكلاسز، كتاخذ الديزاينز، كتاخذ تولز كاملين. وعندهم اكثر من 6 مليون ديال ديزاينات وديال الجرافيكس وديال الفونتس وديال داكشي هذا كامل. راهما ديزاينير، وعندكم كماش واللايسنس فيهم كامل، يعني تقدر ديزايني بدون خوف من الكوبي رايت. كل نهار كيتزادوا الاف ديال الديزاينات والاف ديال الفونتس وداكشي هذا. وديسكاونتد برايس، هاد الديسكاونت اللي غادي تاخذوه، التخفيض غادي تاخذوه مدى الحياه. يعني فاش غادي يجيو يرينوفليو لكم سبسكريبشن ولا لابونمون، غيتيرينوفلا بنفس الثمن الرخيص. راه ما كاينش شي ديال بحال هذا، وداكشي كامل ريسك فري، كتقدر تكانسلي ولا تلغي الاشتراك في اي وقت بغيتي. الوغ في الشهر كطيح عليك خايب 4.99 دولار الرابح اللي شريتي قهوه. الوغ ديال الثاني الخوت، الا عندكم ديجا اللي اول اكسس سبسكريبشن شريتوها مثلا بشي 79 دولار ولا شي حاجه بحال هكا، كتقدروا تاكستانديو اللي اول اكسس سبسكريبشن غير ب 47 دولار. يعني العام اللي موراه ملي تسالى داك سبسكريبشن هذيك، العام اللي موراه كيولي غير ب 47 دولار، وكتاخذ نفس المزايا اللي كاينين في النمبر 1. غير هو هاد سبسكريبشن هذه ما كتبقاش ترينوفلا كل عام. الوغ الا جيت نختار، غادي نختار طبيعه الحال ديال نمبر 1 اللي هو هذا. غادي نخلي لكم الخوت اللي ديسكريبشن ديال هاد الديلز هادو بجوج، باش تاكدوا انكم غادي تستافدوا من الديسكاونت من التخفيض، سينو تقدروا ما تستافدوش كاع من التخفيض. الوغ اللي لتحت الديسكريبشن ديال الفيديو. بالنسبه للناس اللي محتاجين كونت ديال ماتش با امازون، ولا كيعرفوا شي واحد اللي محتاجو، راه كنبيعوا لي كونت ويوصلوكم في ظرف 24 ساعه ان شاء الله. تقدروا تشريو الكونت ديريكت من السيت ديالنا اللي غنخلي لكم لتحت في الديسكريبشن، ولا كاين طرق اخرى ديال الدفع. اتصلوا بينا ان شاء الله وقولوا لنا الطريقه المفضله ديالكم ديال الدفع ونقول لكم شنو ديروا. وبالنسبه للناس اللي باغيين يتعلموا ماتش با امازون من ا حتى لزد، راه عندنا لي فورماسيون ديال ماتش با امازون، هنا غنخلي لكم لين تحت ان شاء الله. واللي بغى هديه ديال 100 نيشات خدامين مزيان، هنا غنخلي لكم لين تحت. واللي ما عندوش الوقت باش يقلب على النيشات ولا ما كيعرفش كيفاش يقلب، راه عندنا سيرفيس ديال النيشات، غنخلي لكم اللين حتى هو لتحت. نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ديروا لايك، اشتركوا في القناه، ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الفيديوهات كيف ما نطلعهم. خليوا لي تعاليق لتحت الا عندكم اسئله ولا اقتراحات، بارطاجيو مع خوتكم باش كلشي يستافد، ونشوفكم فيديو جاي ان شاء الله.